أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: إن بعض البحارة يقولون إذا خرج النجم الفلاني هاج البحر وتكون هناك رياح وعواصف، فمن هذه أي مواقيت؟ هذه مواقيت، يعني الله جعل للرياح مواقيت والأمطار لها مواقيت، يمكن تحصل فيها ويمكن ما تحصل، لكن لها مواقيت. فمعرفة المواقيت ما فيها شيء، اللي يتوقع فيها هبوب الرياح أو نزول الأمطار كما أجرى الله العادة في ذلك، هذا ما يجزم. إذا جزم فلا يجوز الجزم، أما إذا قال يمكن يحصل كذا يمكن وفيه علامات تدل على هذا فهذا لا بأس به، أما الجزم وأنه سيحصل هذا من ادعاء علم الغيب، سيحصل كذا في وقت كذا، هذا من ادعاء علم الغيب. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.